سلامتك. يا سلام، صح صوتك. صح بدنك، طول عمرك يا علي. والله انا ودي اقترح على الاداره للامانه انه اليومين هذه نستبدل سعيد في فراج. لا، من الحين، في اليومين تجديد دماء. وش من اليومين؟ من الحين. هو لا، هو الان موجود عندنا، بس انا اقصد بكره ولا بعده. انت عندك ريالتي حقت ابو شويل ولا؟ يا مرحبا، يا هلا ضيفنا الجميل سعيد ابو ظهير. يلا انا الضيف. يلا طيب، ايش موهبتك؟ عندك اسئله توجهها لسعيد؟ خليني ابدا وانا ببدا. الحين انت ترى معي في التقديم. ايه بعطيك مجال انت اللي تساله. سعيد ابو ظهير، خلينا ناخذ وضعيه الضيف اللي اول شيء شرفتنا اخوي سعيد. الله يسلمك ويعافيك يا اخوي، مرحبا ومسهلا. انت ما شاء الله لك باع طويل في مجال او برامج الواقع، يعني انشاركت اول برنامج في برنامج السوق ولا؟ يس. ما شاء الله تبارك الله، الله يجزاك خير. ايش كانت موهبتك انذاك؟ خيرت المركز الثاني. ها؟ خيرت المركز الثاني بشك. المركز الثاني وانت كفو تستاهل. بس ايش كانت موهبتك يعني انذاك؟ انا كانت موهبتي طول عمر السواليف والقصص والضحك. راوي وريالتي. اقول لك حاجه، طلعت تقول ايش كموهبتك؟ برامج الواقعية سبحان الله، يدخل الشخص يقول انا موهبتي مثلا انشاد او شعر او تمثيل، حط في راسه ما عنده الا ذي واحدة. صح، حصلت علي وعلى غيره. اذا دخل سبحان الله، عشان تدري ان برامج الواقع اللي تسويها قناة الواقع انها تسقل ناس، تطلع ناس. الدورات هذه ترى ما جات من عبث. في دورات فنانة تقيمها قناة الواقع، في طلعت ناس. في يطلع الرجال شاعر يقول انا شاعر. شوي الرجال والله بدع فقط مثلا المسرحية. طيب سوي سواتك يا عبد المجيد بن نفال ونستقبل اتصال. الو. الو، السلام عليكم. ونقول الو. الو، السلام عليكم. الو الو. سيد لا تضحك، الصوت مره بعيد. الو الو. ايوه والله صوتك بعيد. الو. مرحبا. اروح للمطبخ؟ لا لا، قول مرحبا. ها؟ ما اسمع. اسمع اسمع. اي اسمع. انا بروح بروح. ايش؟ والله ما ادري ايش تقولين يا رجل. لا تقفل وتعيد. راح اتصال سيد، تعال. لا، عشان ودي انا احط، خليه يشغل السبيكر. ضبط السماعة، شغل السبيكر بالله، عشان شغال السبيكر. وين الصوت؟ شكلي بعميه. تعال انت، ما تشغلش بالك. لا واضح، انا كنت بشغل السبيكر عشان اشوف. لا، اذا مو واضح الصوت مره ثانيه انا اروح المطبخ عادي. فاقول لك اخو نوره، فاقول لك من شاعر له اكثر ممثل. صادق. يعني انا صراحه تابعت برنامج ايش اسمه؟ البزنس. راح كان فيه الشخص الاخ المسي عليه بالخير عبد الله الروقي. عبد الله الروقي كان شاعر شوي، ولد بدع في المسرح تبديع غير طبيعي للامانه. والآن الحفل الختامي، يعني جو الحاله. انا مات، انا حتى ما عرفت ان هي للامانه، اني ما عرفت انها، قلت انها قاسم. منو هذا؟ منو؟ ما ادري. طبعا مسي على ابو سحاب بالخير. في سكريبت احمد رحيه. صح. دخل منشد. شاعر مدري منشد. منشد. بدع في التمثيل، اقسم لك بالله. يعني عشان تدري البرامج الواقعيه هذه فيها يعني الدورات اللي تقيمها قناه الواقع وتسقط، ما هي خلاص انك دخلت سويت ريالتي وطلعت، تستفيد، تطلع وانت طالع بشيء موهبه اكتشفتها القناه لك. وانت تبدا، عاد الله يعينك، انت انت الحين اكتشفنا انك مثلا يا ابو مشعل، انت اكتشفنا انك مقدم، وانت جيت على انك منشد بس، طلعناك انك مقدم. عاد الحين شغلك انت تشتغل على نفسك. ايوه صح. دورات، محاضرات تقيم، خلاص انت الحين صرت انت، يا يعني انك اللي تطلع نفسك، يعني القناه عليها انها طلعت ممثل، مقدم. صح. شاعر، منشد. بس فعلا عبد الله الروقي ما شاء الله جاء شاعر
مسك المسرح في الحفلة الختامي وأبدأ تجلى في التمثيل برضو في عابر تجلى عندنا في ما شاء الله تبارك الله. والآن ما شاء الله فقرة زوايا معنا اتصال أخونا محمد الشرقية. أرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. أرحب ترحيب المطر. أخوي فيصل ولا سعيد؟ فيصل طال عمرك. يا مرحبا ومسهلا، كيف الحال؟ يا هلا ومرحبا. أولا أبارك لك أنت شخصيا على قدوم وجود قاضي. الله يبارك فيك. أبارك لك إن شاء الله. ثانيا أرحب فيك وأرحب بأخوي سعيد وأخوه. ما شاء الله صوت جميل والله يعطيكم العافية على هذه الفقرة الجميلة جدا نستفيد منها من طرحكم ومعلوماتكم من ضيوفكم والله ما يضيع لكم تعب. ونبارك من قناة الواقع انضمام الأستاذ سامي السعودي ونستنى وننتظر أحد من الجمر بانطلاقة برنامج الجزء. الله يجزاك خير ويطول في عمرك. يعني اول شيء واضح انك ما شاء الله متابع وبقوه للقناه جدا جدا واحلى واعز من يتابعنا يعلم الله. يا حبيبي انا كنت سابقا من نجوم برنامج الفريق على قناه الواقع. انا اي والله واتمنى لكم التوفيق وحقوق ابي توصل انا او اي احد يوصل للشباب لا يتغيبوا عن البث هذا على ما قال هذا المنعطف الاخير. سم كلام جميل. تعال تعال محمد. يا أكون أو ما أكون. محمد وش حالك؟ الله يعافيك وسلمك. أنت من أنت؟ محمد من؟ دام يقول من برامج الواقع. محمد العاصمي طال عمرك. وسبعة عام. نعم العاصم. صوتك بعيد يا سعيد. الله يحييك والله يا محمد وبيض الله وجهك على الاتصال. محمد العاصمي. وجهك بس آخر رسالة أبيكم توصلون العلم بن هادي. أيه. يشد حيله وفاله التوفيق وتراه مكتفي جدا ولا عليه من الجميع فاله التوفيق والاخوانه وصول 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 علي بن هادي رجال ومره يجيله ويوصل العلم مع عليه خلاف واللي مثله. لا انت يا محمد. الله يبيض وجهك اخوي محمد وشكرا لك على الاتصال. ما شاء الله طبعا واضح انه متابع وبقوه للقناه وللبرامج وطبعا كل شخص يشارك معنا في الاتصال يبارك طبعا الاستاذ سامي الجعوني ومتفائلين بانه راح يقدم شيء طيب وباذن الله انتم موعودون بنسخه فاخر من الاخر على قولتهم نسخه راح تكسر الدنيا نقله نوعيه باذن الله. جد سامي الجعوني موضوعي قبل شوي الشخص يدخل موهبه واحده يطلع موهبه صحيح. سعيد اخوي راح من عندنا وهو منشد فجاه رجع جمع المواهب كلها نشاد قصايد تمثيل صحيح تمثيل طبعا انا الوحيد اللي في برامج الواقع وأتحدى انا الوحيد في برامج الواقع